طب مروان يعني برضو انت اول تمرينه ليك، يمكن اول تمرينه كانت قبله شويه. هو بالنسبه لي كان بسبب موضوع التنازل عن الماديه بتاعت سموحه، دي كانت مفاجاه بالنسبه لي وبالنسبه للاداره برضو في النادي الاهلي شويه، او بالنسبه للجهاز الفني، فده اخرت نزول التمرين شويه. كان الموضوع لسه ما اتحسمش، لسه في مفاوضات. اللي حسمه ان انت تنازلت. طب يا جماعه في مشكله، طب انا متنازل عن الفلوس. بالظبط، حاجه جميله جدا وحاجه يعني عمر ما احنا هننساها، يعني مش عشان الفلوس ولكن عشان حبك وان انت شاري النادي الاهلي. طبعا طبعا. حتى اول ما الموضوع ده حصل فانا خدت يومين كده كنت افكر، وطبعا كلمت مع والدي و ربنا يخليهم لك واخويا الكبير، فهم قالوا لي يعني انت بص انت رايح فين يعني. رغم ان والدي يعني اتحداوي كبير يعني زي ما انت كنت بتتكلم، اسكندريه طبعا. لا وما نقدرش نقول حاجه طبعا، لا بس اخويا بقى كبير هو الاهلاوي. اهلاوي يعني. كلام الاخ الكبير هو اللي يمشي. هو قال لي بص طبعا بس طبعا المكان اللي انت رايحه وده كان نفس التفكير يعني مستقبلك. فبالنسبه لي انا اتاخرت يعني شويه عن الموضوع التمرين، بس اول ما دخلت الصاله بقى وكان اول مره قابله، انا كنت اتكلمت معاه في التليفون قبلها، بس اول ما قابلته يعني بصيت كده وضحك وحضني وقال لي يعني ايه اخيرا واحنا فرحانين بوجودك طبعا هنا معانا، وان شاء الله نعمل حاجه كويسه ومع بعض. طب قول لي يعني هو طب اكتر توجيهات يعني، هل مثلا بيوجهك في الدفاع زي عمر اكتر مثلا؟ هو دفاع يعني، انا بحب الدفاع. هو الاستراتيجي بتاعته هي كلها مبنيه على الديفنس. هو حتى كان بيتكلم في البطوله العربيه وبعد البطوله العربيه كان بيقول ان احنا ان هو بيثق في اللعيبه في موضوع الاوفنس ده، مع التاكتكس اللي هو بيديها لنا الاوفنس بلايز والحاجات دي اللي هو بيديها لنا بيخلي الدنيا بسيطه هتجيب، بس في الموضوع الديفنس هو ستريكت قوي يعني. فهي كل حاجه عندنا مبنيه على الديفنس، حتى لو حد قصر في الديفنس هتلاقيه بيسحبه ويوجهه في الديفنس اكتر ما بيوجهه في الاوفنس.